تعالوا نعمل البتنجان بفكره جديده، مقاديره على الشاشه. معانا بتنجان رومي اخضر وطازه وزي الفل. اخضر ايه يا راجل يا طيب؟ البتنجان اسود. طالما زهره البتنجان خضراء يبقى البتنجان طازه، وباينه على الشاشه والصوره الحلوه مع بتنجان من خير ارضنا تتحدث عن نفسها. معانا صوص طماطم عباره عن بصله وتومه، ونخدم عليه كويس. طماطم كلكسيه يعني، حلو. ومعانا جبنه شرايح وزبده وشويه حليب صغيرين عشان نعمل شويه وايت صوص. وتعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. معلش سامحوني يعني، انا احمر البتنجان في الزيت. واحنا اتفقنا مع بعض لما بنعمل اكله بتبقى بنسب. في اكله مثلا بنسبه 99.9 من 10 تبقى دايت وتبقى رجيم، زي العدس اللي انا عملته دلوقتي. ما فيهوش اي مشاكل خالص، ما فيهوش اي دهون. عدس بقوليات من مدرسه البقوليات، بتتصدر القائمه الاولى في الهرم الغذائي، ولكن معمول بطريقه صحيه. مكوناته شفناها مع بعض. اما البتنجان شويه هنحمره، علشان انا عايز بعد ما احمره شرايح اعيد ترتيبه تاني مع صوص طماطم وجبنه ما بين كل طبقات البتنجان. البتنجان بيتغسل. اللي بيقول البتنجان ما يتغسلش، لا لازم يتغسل. نقطعه بالشكل ده كده. انا عايز السواد بتاعه والجمال بتاعه على فكره، بس عايزه بشكل مربعات زي ما هو كده. دي بلاها، واقطعه كده. الله، البتنجان بيتقطع يتناغم. السواد بتاعه جمال، سواد البتنجان والاطراف دي جمال للبتنجان. هناخد دول زي ما هما كده من غير ما نحطهم في ملح ولا اي حاجه خالص، ونحمرهم في قلب الزيت. هل حلو التحميره دي؟ حلوه دول، كفايه دول كفايه يعني. احنا عايزين كسروله حلوه كده، ممكن نقطع واحده كمان، لان انا دلوقتي قاعد شايف البنوته الحلوه ست الكل الجميله. عايز اشوف البتنجان اتقطع ازاي. اول حاجه بنشيل الزهره دي كده، حلو، لان دي اللي بتدي لشريحه البتنجان عزم. خلي بالك، انا عايز احافظ على شكلها، اشيلها كده بالسكينه. حلو، بعد كده باجي هنا اخد دي كمان ملاش لازمه بالسكينه، واجي ماسك البتنجانيه كده، عايزها مربعات، اجي حاططها كده اهو، اشيل كمان دي ملاش لازمه، وابدا اقطع كده. امسك البتنجانيه بيدي كده من فوق كده، هي ثابته، ممكن نخليها كده، بس لو خليتها كده مش هتديني شرايح كتير، لان هنا المساحه الشكل الدائري هنا صغير، فتقطيعتي للسكينه والمسافات هيبقى صغير، فلازم انزل بقى من هنا. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ بس يفرق في التقطيع. وضع البتنجانه بالشكل ده بيساعدك انك تاخدي اكبر كميه من الشرايح، اما لو عملتها كده مش هيخليكي تاخدي اكبر كميه من الشرايح، ومش هتتحكمي في السمكه بتاعتها. تفرق كتير، تفرق كتير. بقت بالشكل كده صح. نجيب السكينه كده، السكينه تكون حاميه. على فكره ممكن نعمله رولز باللحمه المفرومه زي الطرب كده، نعتبر ان البتنجان ده منديل الطرب، وتتعاملي معاه لان هو منديل الطرب، واحسن من منديل الطرب، وامن عن منديل الطرب، وصحي عن منديل الطرب، وتحشيه كفته او لحمه مفرومه زي ما انت عايزه. لغايه اخر واحده بشيل السواد بتاعها كده زي الفل. قطعت انا البتنجانيه بالشكل ده كده قدام حضراتكم زي الفل. تمام. اخبار البتنجان اتحمر ايه؟ هو ده اهو. لازم الحركه اللي بعملها دي، شفت دي؟ هي دي. حلوه قوي.
اعمل صوص الطماطم اجهزه مع بعض، طاسه على النار، واعمل شويه صوص طماطم حلوين كده، لان صوص الطماطم ده هو اللي هيضيف لي البتنجان شخصيه، وهو اللي هيعلم من القيمه الغذائيه بتاعته. طاسه على النار، معلقتين زيت زيتون مع مكعب من الزبده، فص ثوم حلو، واعمل شويه صوص طماطم حكايه. معايا طماطم مبشوره مع معلقه سكر لطيفه عشان الحموضه، شويه زعتر حلوين كده مع التومه، كانك بتعملي صوص طماطم للبيتزا مثلا. حلو، نسيبهم على النار كده. يلا بينا يا طيب. حلو الكلام. التحميره دي حلوه، مهم جدا ان الزعتر ياخد ريحه مع التوم وياخد فليفر بالتوم. صوص الطماطم على فكره مش لازم بصل وتوم، بيكفي انك تحط له تومه مع زيت الزيتون يبقى لطيف وجميل. ايه الاخبار؟ يلا الطماطم المبشوره عندي من غير قشره. بص كده على التومه مع الزعتر مع زيت زيتون مع مكعب زبده. دايما بحط زبده في تحمير البصل والتوم لتسريع التحمير اهو. وانزل بقى كده واقلب حاجه لطيفه كده اهو. معلقه سكر. اتعلمي ازاي تعملي صوص طماطم يبقى لطيف وجميل. معلقه سكر واقلبهم كده، رشه فلفل اسود، رشه ملح صغيره. الاكله دي كمان تقدر تقول عليها من المطبخ الطلياني، المطبخ الغربي، اكله صحيه بنسبه كام يا عم الشيف؟ تعدي ال 50%. هي بس الخطوره هنا، الخطوره هنا في تحمير البتنجان بس، واحنا حمرناه بطريقه صحيه اهوت زي الفل، ما تشربش اي زيت. مريض سكر، مريض ضغط، مفيش حاجه اسمها مريض سكر ومريض ضغط. يعني اللي عنده السكر وعنده الضغط ما يقولش انا مريض سكر ومريض ضغط خالص، يعني نسب كبيره في العالم كله بيبقى عنده الضغط بنسب وعنده السكر، فدي حاجه بيعمل كنترول بقى، يلعب رياضه، التغذيه بتاعته تبقى تغذيه سليمه، يخلي باله من نفسه، ودي حاجه حلوه بالعكس. يعني الواحد بيبقى فيه حاجه كده جرس انذار، انما نقول مريض دي لا، ربنا يكفينا شر المرض يا رب ويشفي كل مريض. حلو الكلام. اكلات اللي هي الاكلات اللي هي بتنظم مستوى السكر في الدم اكثر من الخضروات الجميله زي السبانخ، خس، جرجير، خضروات غنيه بالاوراق بتاعت الملفوف، الكرنب، ورق العنب. مش لازم نحط سمنه بلدي، الورق العنب بيتعمل بالزيت، يعني رز وخضره يبقى لطيف وجميل. هنقلل من الكربوهيدرات والنشويات، وما تاكلش فواكه على معده فاضيه زي العنب مثلا، غني بالسكريات والجلوكوز بتاعه. العنب بالذات ما يتاكلش على معده فاضيه، ونقلل من استخدامنا له، ده مطلوب. والتين بتاعنا برضو السكريات بتاعته. عموما الفواكه كلها ما تتاكلش على معده فاضيه خالص بما فيها من سكريات. ما افرحش واقول ان انا باكل فاكهه. نيجي للبتنجان بتاعنا، اخباره ايه؟ زي الفل. صوص الطماطم زي الفل اهو، اشيله من النار. تعال نشوف نعمل الاكله الحلوه دي ازاي. معانا كاسرولة مربعه، يفضل ان هي تكون مربعه، ومعانا البتنجان الجميل الحلو. هاخد شوية صوص طماطم كده حلوين هنا من اللي انا خدمت عليه كويس، واحطه هنا كده. حلو، في الأرضية. لا يا غالي دي مش مسقعة خالص دي. واحط البتنجان ارصه كده. شفت شريحة البتنجان؟ بص على الحلاوة، بص على الجمال. ده اسكالوب بانيه ده ولا بتنجان يا شيف؟ حلو. عايزه تاني؟ عجبك الشكل انا عارف. شفت اسكالوب بانيه اهو. تحميره لطيفه وحلوه. حاضر عيني. شفت الشريحه عامله ازاي؟ بص على اللون بتاعها. حطها هنا زي الفل. رص كده. دي بتنجانيه والله. عندي جبنه، الاولاد بيحبوا دايما الجبن بانواعها، يعني ممكن تحط موزاريلا، ممكن تحط شرايح الجبنه بتاعه البرجر،
زي ما انت عايز. فكره جديده ما كانتش على بالك دي، انا عارف. نحط شريحه بتنجان تاني. في الاخر هو بتنجان، بس الطعم مش طعم بتنجان بقى، حاجات كتيره، تفاصيل كتيره. ناخد اللي اتحمر هنا ده كده. انا مش عايزه يتحمر جامد يعني على فكره. الله، لازم زيت غزير لتحمير البتنجان. وقصه ان احنا نحط البتنجان في ملح ونسيبه فتره طويله دي مش لطيفه. احنا بنفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعته، المعادن والحاجات اللي فيه. فاحنا نحمره على طول ويتقطع بالشرايح بالشكل اللطيف ده كده في زيت غزير، ويبقى معانا زي الفل كده. الصوت ده صوت ميه البتنجان. هدي الزيت يا عم الشبه، هدي من روى زي الفل. هنعمل ايه؟ هناخد كده تاني اهو، نحط تاني جبنه. والله حلو قوي يا شيف ده، انا كانت والدتي رحمه الله عليها تعمله مسقعه. انت غيرت المقوله خالص. كده الاولاد هيحبوا البتنجان على فكره. من النهارده هيقولوا لك يا ماما اعملي لنا كل يوم بتنجان زي اللي عمله الشيف المغازي. شريحه البتنجان ده اسكالوب بانيه. جبنه دول كام؟ ثلاثة. يلا على قد اللي موجود عندنا، نزلهم هنا كده. معانا شويه صوص الطماطم الحلوين. تسلم ايدك يا عم الشيف. بقى عندي صينيه بتنجان لطيفه وجميله. ناخد صوص الطماطم اللي متخدم عليه نسقطه هنا كده. الله، حلو. هتطلع من الفرن، هنكون جهزنا لها شويه وايت صوص حلوين كده بالكريمه او من غير كريمه، عباره عن حليب ونشا، كريمه لباني انت حابه، ماشي، زبده، ونقدمهم معاها. وده اختياري، هندخلها الفرن في درجه حراره 180. ايه المطلوب من الفرن يا عم الشيف؟ المطلوب من الفرن يسيح لي الجبنه دي والحلاوه دي بين شرايح الجبنه. درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. يلا معانا بعض، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده صينيه بتنجان بفكر جديد، غير مكلفه. شرايح البتنجان بتاعه البرجر، ايه الصوره الحلوه دي؟ نقفل الفرن. يلا يا عم الشيف خلينا نطلع البتنجان، ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده بتنجان زي ما قال الكتاب. الجبنه ساحت والفلفل خد لون وحمار ودلع. بص على الحلاوه بالله عليك، هتدعي لي. ادي البتنجان بتاعنا الجميل، الف هنا وشفا. دلعه بقى. حلو؟ حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة، افتكاسة طهوية، خبرة طهوية، ازاي اقدم الفروت سلطات بشكل جديد وطعم تاني مع الشوفان. عنوان العيادات التغذية ودكاترة التغذية دايما بينصحوا بتناوله اهو، لانه غني بالالياف الفعالة والغير فعالة، بيمتص الكوليسترول اللي في الدم اهو، ويخلص المعدة من الفضلات. عملنا البصارة أكلة مصرية جميلة لطيفة وجميلة. عملنا كمان شوية بتنجان بالجبنة عشان الأولاد اللي هيعترضوا على البصارة يلاقوا حاجة على السفرة لطيفة وجميلة بيحبوها، فيها جبنة مع بتنجان مع صوص طماطم، واخدة سكة البيتزا. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.
Thank you.